سي الحسن هنان رئيس فريق الرجاء البيضاوي للكرة المصغرة، أولا مرحبا بك في موقع البطولة .com. شجيع التظاهرة ديال اليوم؟ هذه دعوة بين واحد الجمعية ديال السمارة إلى فهد السلطان اللي هو العقيل ديال الرجاء البيضاوي، وداروا واحد المبادرة يشكرونا عليها لأن ديال كيحتفلوا عندهم في الفرقة ديال مدة البطولة، وفي نفس الوقت كيحتفلوا بهذا الشيء ديال الدستور، وعرضوا لنا باش نجيو نلعبوا حنا في المقابلة السعودية، وعيطوا لنا واحد الفرق ديال الاسبوع اللي هو معروف هو بطل ديال اسمه بطل البطوله اللي عند السنه الفارطه، وهنا هو كيكون احتكاك وشي كلشي راه قبل باش نديروا الدعايه والتحيه ديال النعم. سي الحسن، انتم كمنخرط فريق الرجاء كيفاش تشوف الانتدابات ديال هذه السنه المحتشمه؟ تكتي معايا كوليجي نفس السياق، هي ماشي محتشمه، حنا فريق الرجاء وحنا في فريق الرجاء، ما هضرناش على شي فرقه اخرى. مرحبا، ما كاين مشكل، واخا انا ما عندنا غادي نهضر كمنخرط دابا، كمنخرط غتجاوبني كمنخرط كمحب، ماشي كمسؤول، لان ما عندكش حتى الصلاحيه. يعطيك الصحه. طبيعي الحال. مرحبا، انا كنشوف الرجاء، انا ما عرفتش اش كيديروا الانتدابات بعدا، لان لا عندنا فرقه الرجاء فرقه كبيره، وعندنا الحمد لله فرقه مزيانه، علاش عندنا الشبان ديالنا؟ لا بد ما هادش ديال الانتدابات ضروري من الاول غادي يكونوا راهما كانوا، واحد المشكل صغير ديال الحارس ديال الحارس المرمى غادي يكون فيه الخير ان شاء الله. تلاحظوا بان هناك كما قلت انت شبان كانوا فريق الرجاء، الان مشاو لفرق اخرى بحال قصب التادله بحال نادي المكناسي، اذا واش زعما الدعوه ديالكم انتم كمنخرطين، علاش ما تجيبوش جوج الشباب ديالكم وتستافدوا منهم؟ يا اخي هذا المشكل يلاه ولا ما كانش بكري، علاش ولا دابا كيجي المدرب عنده واحد الظرف خصو يحقق به داكشي اللي بغاه، ما كانش عنده واحد الهدف ديالو، ما يقدرش يغامر يجيب لاعب مثلا عند لاعب شاب ويدخل به هو لاعب نجح على البطوله ولا لاعب لك، حتى الا حفظ الله كان شي خطوه ماشي داير الجمهور كلشي غيلومو هو، هذا المشكل عنده المدربين ما عندوش الشجاعه باش ياخذ المبادره ويلعب لاعب شاب. ولكن راه كاين لاعبين اللي احتكوا في البطوله الوطنيه سواء في القسم الاول او في القسم الثاني وهما ولاد الرجاء، اذا راه ماشي شباب راه عندهم تجربه كبيره. نعطيك غير امثله، مثلا عندك امين الشاب، كاين طلال، كاين بزاف ديال الاسماء اللي ما جاونيش دابا في الذاكره ديالي. انا ماشي بالعكس، انا من الناس اللي كان نفضل نجيب اللعابه ديال الشباب وما نجيبش اللعابه الحره. نجيب اللعاب، انا نفضل اللعاب من الشباب نكونوا نغامر به، يلعب به ماتش جوج ماتش ثلاثه ماتش نغامر به ولا نربحوا، ولا نجيب لعاب 180 ولا 200 مليون، انا ضد الفكره بعدا اساسا، لان الراجل كتجي كتصدر كتهضر اللعاب ماشي كتشري، ولكن ما عندك ما دير غير والله، كيما كتقول لا رئيس كاين واحد مكتب موسيقي عنده واحد الهدف ديالو، كيجيب مدرب عنده واحد الهدف خصو يدير البطوله خصو يدير هذه، ما يقدرش يغامر، وهذا هو المشكل اللي واقع دابا. سي حسن، واش ما تتشوش بان الرجاء تيعاني من واحد الازمه ماليه، لذلك كان هناك واحد زعما تعطال ديال الانتدابات؟ يلاه شفنا جوج اللاعبين بالنسبه للرجاء، ما نقولش ما عمرنا نقولوا ازمه ماليه في الرجاء، علاش؟ لان الرجاء عندها اللعابه اللي في الرجاء عمر شي لعاب ما وصل مع الرجاء المحاكم ولا شي حاجه ولا ما تخلص، كيكونوا كيقول لك كيدخلوا، ملي كتدخل الفلوس كتخلص، ملي كتلعب في الرجاء ديجا اشيره ديجا راك من مو كتخلص، ماشي بحال الفرق الاخرين ما عرفوش نعيط لشي واحد، لان الرجاء شركه عندهم ملي كتدخل الفلوس عندهم مستشارين، وكيجيو الظرف ديال العطله كلشي خارج كونجي كلشي خارج عطله، ما تهضر ما كيفون كتدخل الفلوس كيتخلصوا كلشي يكون اجور كلشي يكون مزيان. انت كمنخرط شنو هو المتمنيات ديالك ولا الطلب ديالك لفريق الرجاء؟ وانا فريق الرجاء عندي امنيه وحده، هي الفرقه الرجاء تبقى في الصباغه ديالها، تبقى في اللون ديالها، ما تخرجش على الصباغه ديالها وتطلب على الخير، لان الجمهور هذا كله كيسال، هذا هو الحل الوحيد اللي كيبرد بيا، لان الشعب مرهوق وعطشان ومعذب في حياته، كتجي هذه البطوله وكيجي هذا هو اللي كيبرد عليه شويه، وانا كنقول لهاد الناس هذه يلعبوا على خاطر الجمهور هذا. السيد حسن، اهلا، كنت مع البطوله كوم، تتمنوا لك التوفيق.